يا الله اللي بذكره تطمئن القلوب، يا عالم بالنفوس وسر غاياتها، النظرة بعيد والموقف علي محسوب، ولاخذ من أفكاري إلا ند ربياتها، قريحة يموج والأفكار مثل الهبوب، من كبر قدر المقام وكبر هقواتها، هامة دروس التواضع والجناب المهوب، هامة ولا فيه هامة فوق هاماتها، حامي حما دار أبوه وداره بكل صوب، علامة من السحاب تلف راياتها، مروض الصعب ومفرج كبار الكروب، أفعال يمناه ما تحصى بصماتها، خلى السعودية فوق الأرض بنت لعوب، مع كثر ميزاتها تكثر بطولاتها، هذا محمد ولد سلمان ذخر الشعوب، يا حي عين الشجاع وحي نظراتها، هذا محمد ولد سلمان ذخر الشعوب، يا حي عين الشجاع وحي نظراتها، شيخ يحل الصعاب ويرتكي للخطوب، محمد أوفى زحول الأرض ودهاتها، وقف بحكمه ولا هزت قاس الحروب، وأهل الخنا والخزا دمر طموحاتها، غيث يغيث الفقارة مثل غيث النصوب، وسيف تماري بها الدنيا وصولاتها، ذنب على عد الخليج ومن كبار الذنوب، لا شافت إعلامها العدوان ما جاتها، يولع المعركة بالجيش نار شبوب، ويخلي إعداه ما تحصي خساراتها، لأن السعودية لبست الفخر لبس ثوب، وخلى العرب كلها تشهد الفزعاتها، الخصم مهما يكون يموت ولا يتوب، في ساعة ما يفيد العين لفاتها، واختامها بالسلام إعداد ذال الهبوب لمحمد أو فازح للأرض ودهاتها، عبيان ابن محمد اليامي.